تماشيا مع أحد أهداف رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى إشراك الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في رفع تقدم الاقتصاد السعودي، قمنا ببرمجة تطبيق معين للتركيز على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداً أطفال متلازمة داون. يساهم معين بتسهيل متابعة وتربية أطفال متلازمة داون من خلال توفير عدة مزايا لصاحب الرعاية، والتي بدورها ستساهم في تطوير الطفل نفسياً، صحياً وجسدياً لتحقيق الرؤية. في البداية، يقوم صاحب الرعاية بتسجيل مستخدم جديد، ومن ثم يتم نقله على الصفحة الخاصة به، حيث يمكنه من خلالها التنقل بين مزايا التطبيق. يوفر معين صفحة شخصية للطفل يتم من خلالها الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بمستوى تقدم أطفال متلازمة داون، والتي تم اختيارها بناء على دراسات أجريت سابقا. يتم عرض الأسئلة بناء على عمر الطفل المدخل، ومن ثم مقارنتها مع مستوى التقدم المطلوب. تظهر النتائج بإيجابية إذا لم تظهر الإجابات أي نقص في مستوى التقدم، وتظهر بسلبية في حال لم يحقق الطفل المستوى المطلوب، وبالتالي توجيه صاحب الرعاية لأخذ المشورة في أسرع وقت. يتيح معين صاحب الرعاية الاستفادة من مقاطع الفيديو المسجلة من قبل استشاريين في كافة المجالات الصحية والتعليمية والتي تعود فائدتها على الطفل. يركز معين على توجيه مقدمي الرعاية من خلال ربطهم بالتشاور المهني والاستفادة من الاستشارات الطبية والتعليمية عن طريق إتاحة المحادثات المجانية عبر التطبيق مع الخبراء في هذه المجالات. يمكن لمقدم الرعاية اختيار أحد الاستشاريين المتطوعين والمشاركين في التطبيق للحصول على الاستشارة. تمكن هذه الميزة لجميع أصحاب الرعاية من الحصول على الاستشارة بغض النظر عن موقع سكنهم أو حالتهم المادية. أيضاً، سهل معين على صاحب الرعاية الاحتفاظ بمواعيد الطفل من خلال توفير تقويم مزود بخاصية التنبيه للتأكد من عدم نسيان أي موعد مسجل فيه. وأخيراً، يسهل معين على صاحب الرعاية متابعة حالة الطفل باستمرار والتنبؤ بأي مشاكل قبل حصولها ليتم تداركها، وذلك عن طريق ساعة ذكية يرتديها الطفل والتي قمنا ببرمجتها حتى تقوم بحساب معدل ضربات القلب، الخطوات والموقع الخاص بالطفل من خلال استخدام حساسات في الساعة. بإمكان الاستشاريين المتطوعين في المجالات الصحية والتعليمية إنشاء حساب خاص بهم، ومن ثم الانتقال بين المزايا المتوفرة في صفحته. يتم عرض الاستشارات القادمة من مقدمي الرعاية ليتم الإجابة عليها. تعرض الفيديو الخاص بالاستشاري في حسابه، ومن خلاله يتمكن من إضافة فيديو جديد أو حذف فيديو مرفوع. يستطيع الاستشاري من إرفاق أي مقاطع فيديو تساهم في تطوير أو تثقيف صاحب الرعاية من خلال الضغط على علامة الإضافة، ومن ثم اختيار الفيديو ورفعه في التطبيق. وختاماً، نطمح أن يساهم معين في زيادة وعي مقدمي الرعاية نحو أطفالهم بمتلازمة داون لإشراكهم مع أفراد المجتمع في المهن وتحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030.